تعالوا نطمن على بقيه الاجواء فندق الاقامه من زميلنا فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي، ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. كل الشكر لكابتن مصر الكابتن ايمن شوقي، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. من هنا من داخل مقر اقامه فريق النادي الاهلي واخر استعدادات النادي الاهلي لمواجهه فريق الاتحاد المنستيري في مباراه الاياب لدور ال 32 لدوري ابطال افريقيا. مشوار جديد النادي الاهلي طبعا بيستهل مشواره في الادغال الافريقيه نحو الاميره السمراء. كان بداوا بمباراه الذهاب اللي كانت على ملعب مصطفى بن جنات، وانتهت بفوز النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء احرزه في الدقائق الاخيره والثواني الاخيره محمد عبد المنعم. النهارده طبعا مباراه الاياب اللي هتقام على استاد الاهلي والسلام. طبعا استعدادات النادي الاهلي على مدار الايام الماضيه طبعا عقب العوده من تونس كان مستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي منح اللاعبين اجازه لمده 48 ساعه، ثم استأنف تدريبات واستعدادا لهذه المباراه. طبعا خلال هذه الفتره او مستر مارسيل كولر من رحله العوده وهو موجود على طائره العوده الى القاهره بدا التحضير لهذه المباراه، ويعني جلسات جمعته مع ياسين المكاري محلل اداء النادي الاهلي لمعالجه الاخطاء اللي وقع فيها الفريق في المباراه الاولى او مباراه الذهاب امام الاتحاد المنستيري. عقد محاضره فنيه مع اللاعبين في المران الاخير اللي كان بالامس على ملعب مختار التتش، اتكلم طبعا على طالب اللاعبين بضروره نسيان المباراه الاولى طبعا والتركيز في هذه المباراه ونسيانها بنتيجه المباراه طبعا اللي كان النادي الاهلي حقق فيها الفوز بهدف لمحمد عبد المنعم. طالب اللعيبه بالتركيز، دي مباراه منفصله تماما. طالب اللعيبه ايضا يعني الجديه المطلوبه، وان المشوار الافريقي مشوار صعب. ان شاء الله النادي الاهلي قادر النهارده طبعا على انه يحقق الانتصار على فريق الاتحاد المنستيري. كواليس يوم النادي الاهلي النهارده كابتن ايمن كان تناول اللاعبون وجبه الافطار في تمام الساعه 9 صباحا، ثم وجبه الغداء كانت في تمام الساعه الثانيه، ثم كانت المحاضره الفنيه المستر مارسيل كولر اللي اجتمع مع اللاعبين طبعا في المحاضره الفنيه اتكلم على اهم النقاط الفنيه. الجانب الاخر داركونوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد المنستيري كان خاض تدريبين، التدريب الاول كان على ملاعب النادي الاهلي بمدينه نصر، ثم التدريب الاخير كان بالامس على ملعب الاهلي والسلام. طالب اللعيبه ايضا بضروره نسيان المباراه الاولى، وقال ان الفرصه والامل موجود لازال موجود للاعبي فريق الاتحاد المنستيري. من المنتظر طبعا ان المباراه النهارده هيديرها الزامبي جاني سيكازوي. كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذا اللقاء ان شاء الله كابتن ايمن، تكون محطه النادي الاهلي ان شاء الله بالصعود الى دوري المجموعات. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي.